منذ 37 عاما ساهمت هذه البوسطة بوسطة عين الرماني في إطلاق الشرارة الأولى لحرب أهلية لا تزال أثارها واضحة المعالم إلى حينه. آثار تعمل بوسطة جديدة اليوم على تحويلها إلى قاعدة سلام تجمع اللبنانيين. إنها إذن البوسطة التي قادت لبنان إلى حرب دامت قرابة العقدين بين أهل البيت الواحد، لكن بوسطة جديدة عنوانها الباص انحكى، رحلات في ذاكرة لبنان واللبنانيين ستجعل من رائحة الموت هنا رائحة حياة. أما الحقد فسيتحول إلى تاريخ لا بد من فهمه لبناء مستقبل ملؤه السلام. هذا الباص عبارة عن مشروع ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية أمم للتوثيق والأبحاث بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وبرعاية رئيس الحكومة ممثلا بوزير الخارجية. فما هي أهمية المشروع؟ البوسطة أنا بعتبرها أداة من أدوات النقد الذي لا يمكن ألا نبادر إليه. طيب اليوم البوسطة وين أول جولة رح تقوم فيها وإمتين؟ أول جولة رح تقوم فيها البوسطة بكرة الظهر بين الساعة 12 والتنتين، رح تروح من هون من حارة هناك باتجاه البيت الأصفر على السوديكو، ورح تكون مفتوحة لاستقبال المارين وتعريفهم عن نشاطاتها اللي بعدين رح تتالى. رح تروح بتصور بأول مرحلة على منطقة البقاع. الباص انحكى مشروع يعول عليه المجتمع الأوروبي والدولي. أعتقد أنه يجب أخذ العبر من الماضي ومن تلك المأساة لتحسين الحاضر والمستقبل، وهذا هو الهدف من هذا النشاط. هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يقدم الفرصة لإعطاء نظرة جديدة لتلك المرحلة والبدء بمرحلة مختلفة. لبنان بدوره يحاول التعويل على المشروع لعله يشكل رسالة السلام الكامل المنتظرة منذ عقود. المشهد اللي عم نشوفه هلا هو مشهد السلام الفعلي، المشهد الأمل، المشهد انه يحس كل واحد منا انه يكون خياره خيار السلام فقط وليس خيار الحرب. الباص انحكى ليس الباص الوحيد الذي حاولت جمعيات أهلية كثيرة ابتكاره كباص بديل عن باص الحرب، فهل يحقق المرجو منه ويترك بصمات سلام تترسخ بين اللبنانيين؟